هل نشوف بعين هذا ليس على الدين؟ كفار نقول كما تقول النصارى 27 دولة مسطرة واحدة، ماذا نقول في دول إسلامية؟ جار جار، ماذا يقول الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم؟ والسؤال حتى الشعوب يفكر في هذا السؤال. والسؤال الثاني، هل نقبل قمار يسرق مال الدولة نخبع عندي في المنزل؟ هل يجوز قمار يعني يلعب قمار؟ سارق يسرق المال ديال الدولة ويهرب واحد الدولة. جزاك الله خير. نعم. اوكي. السؤال الأول وجيب عليه. سلام.